مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحرائق هناك، جنود مجهولون يقومون بعمل كبير وجهود دؤوبة في مراقبة تحقيق حوادث الحريق بالإدارة العامة للإطفاء، حيث يقومون بجمع مخلفات الحرائق لمعرفة أسبابها من خلال المختبرات والأجهزة الحديثة لكتابة التقارير النهائية. نتابع. مراقبة تحقيق حوادث الحريق هي الجهة المعنية بإصدار التقارير الفنية مع تحديد أسباب الحرائق والحوادث بالإدارة العامة للإطفاء. نصدر تقارير فنية بنتيجة الحادث، نرسلها لجهات الدولة، جهات التحقيق والسلطات القضائية. نتعامل مع جميع حوادث الحريق أو الإنقاذ اللي قاعد تحصل عندنا في جميع مناطق دولة الكويت. نغطي هذه الحوادث. ما يخفى عليكم احنا في قطاع المكافحة بالإدارة العامة للإطفاء نتعامل سنويا مع ما لا يقل عن 5000 حادث حريق، فبالتالي نطلع احنا كجهات اختصاص نحدد سبب الحريق، وكذلك الحوادث الكبرى، حرائق المستودعات والمخازن والمصانع، نعم نقوم بمعاينتها. الشق الأخير الحوادث الجنائية، إذا اشتبه ضابط الموقع في شبهة جنائية بالتالي توجه ضابط التحقيق وبالتالي يقوم بإجراءاته. هذه الجهة أو الجنود المجهولين هم من يقومون بعد الحادث بجمع مخلفات الحريق أو أي دليل للتعرف على أسباب الحرائق والحوادث وكتابة التقرير النهائي لمعرفة ولحل ألغاز الحوادث بشكل عام. بالنسبة حق المختبرات هي الأحدث على مستوى العالم أمانة اللي عندنا، هي مختبرات من شركة عالمية، شركة أمريكية أجيلنت. احنا في الكويت أو في الإدارة العامة أطفاء حرصنا أن تكون من أفضل الشركات. احنا والمسرح الجريمة في دبي نفس الأجهزة، الكفاءات الموجودة عندنا أمانة خريجين أكاديميين، واليوم أقدر أقول هذا السبق حق تلفزيون دولة الكويت، احنا الجهة الوحيدة اللي في الكويت حاليا تمتلك جهاز GCMS متنقل بورتابل يخدم الحوادث في الميدان. الإدارة العامة للإطفاء لديها مختبر تحليلي لعينات الحوادث، ويعتبر من أحدث وأذكى المختبرات بالعالم ومن أجهزة فنية، وذلك لمعرفة أسباب الحرائق وتحصين التقارير الفنية الصادرة لدى جهات التحقيق والسلطات القضائية والجهات الحكومية. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.